حبك كي ندوس على المدافع. مرحبا واضح، أنا فايا يونان. ماشي، يعني أنا بحب كتير كل شيء طبيعي. إذا لازم اختار شيء بلكي بصير سمرة أكثر شوي. لما كنت صغيرة كان أول بلاتفورم لإلي، إنه أول الطريقة الأولى إنه سمع الناس صوتي، كنت أفتح الانترفون أنا بالبيت وغني. كان صوتي كتير يعني مثل هيك ناعم يعني، وكنت أخذ الانترفون وغني وجود يعني. فمرة حدا من اللي مارقين بالطريق عم يقول إنه عفواً مين عم يغني مين عم خفت وسكرت الانترفون. ما بعرف يعني، كان يمكن أول مايكروفون بحياتي إنه. فمن وقتها عرفت إنه أنا لا بحب غني وسمع الناس صوتي كمان. كرياتيف. عرفتي إنه ما كان في إنستغرام، ما كان في فيسبوك، ما كان في شيء، ما كان عندي حتى مايكروفون، بس إنه عندي الانترفون. بتعرفي الصوت على الانترفون بيطلع كأنه على المايكروفون، فكنت حس حالي بإذاعة يعني. كل شيء الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباه، والحياة والنجاة. دمعتي كثير سخية، بتأثر بكل شيء يعني. بكون ماشية بالشارع إذا شفت مثلا ولدين صغار عم يلعبوا مع بعض وهيك، ممكن اتأثر، دمع. غنية موفي لام ديزني قضيه من أولها لآخرها عم ببكي، بيضحكوا علي إخواتي. بحضر كتير مسلسلات وأفلام طبعاً، بحب المطالعة، بقرأ روايات. هلأ على الحجر تعلمت كمان ركب بازل وقصص، وقريباً عم فكر بلش بالحياكة الصوف، عبالي أتعلم. It's like a therapy. فبتعطيكي هيك مثل كأنه بتنسي حالك، بتعملي تأمل، انت عم تعملي حياكة، فعمالي اتعلم. يوم مميز لما غنيت مسرح قلعة حلب. ويا بلدنا يا زينة البلاد، رنا على عيادك تنار. كانت أول مرة برجع على حلب يعني، بال 2017 وحفلة قلعة حلب. عبالي روح بأقرب فرصة، أكيد ناطرة إنه يرجعوا يفتحوا الحدود وتصير أسهل الطلعة وزور هيك كل المدن يعني، وما قرر إمتى بدي أرجع. هلأ حالياً لا. لا مغرومة بحالي، لا عادي. مش مغرومة بحالي، مش كتير سيلف سنترد وهيك، بس متصالحة مع حالي. في ثقة، في تصالح، بس كمان كتير أنا حدا بينتقد حاله يعني على كل شيء يعني. بقعد بحضر performances على المسرح أو مقابلات وهيك، بقول لعمت هيك ليلت هيك، بس بالنهاية هلأ شوي شوي عم بتصالح مع الفكرة أنه أنا كتير حدا يعني كتير عفوي، ودايما ما بفكر يعني. أنا عم بعمل القصص تكون 100% على طبيعتي، فهيك عم قلك انه بتصالحه مع حالي خلص. This is me. ابدا ابدا ابدا. ما عندي هيدا المفهوم حتى، انه يعني بحس ما بفهم هيدي المشاعر حتى، ما كثير بامن بالحسد، انه في والله حدا عم يحسدني او هيك يعني. بتضحك على مفهوم الخرزة الزرقاء وهدول كلهم، فما عندي هيدا الشيء بحياتي، انه غيرة وحسد وهيك. كل حدا بيقارن حاله مع حاله يعني، في شيء كل حدا عنده قصته وعنده ظروفه. ف وضلني قادرة كمل بهيدا المجال، وضلني عم بعمل موسيقى حلوة الناس تحس حالها معنية فيها، تحس حالها انه بتشبه يعني. اذا بقدر كمل هيدا الشيء كل حياتي بكون حققت حلمي. آخر أغنية كانت صدى موالنا، أغنية دبكة يعني، بس هيك شوي دبكة بحداثة إذا فينا نقول. قريبا في غنية جديدة.
هلا حتنزل مفروض خلال شهر حسب الظروف اللي احنا فيها، يعني شوي عم يكون صعب، بس هي حتكون اول غنية من كلماتي والحاني. سو كتير محمسة. بكل مرة كلمتين لك الكرم. لطلع راس الجبل واشرف على الوادي وعد نجوم السماء جوزين وفرادي.